هلا 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 والله بالتراث، هلا بالتراث الكويتي، هلا بالتراث الكويتي القديم. امين طال عمرك، مساك الله بالخير. الحين الساعه 11 خير بوجهك. الكويتيين اول الساعه 11 يقولون مساك الله بالخير ولا 11 يعني بالليل الحين مسيان؟ اكيد لا ما يقول مساك الله بالخير. شو يقولون؟ يقول مساك الله بالخير. اذا قاعد من النوم ولا يقول هالكلمه هذه صبحك الله بالخير. اي نعم. سي استاذ العم جاسم محمد الارملي بسالك، انت وين درست؟ انا؟ ايه شنو درست؟ دراسه درست يعني بالكتاتيب درست بمدرسه؟ ايه 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 ايه. وين عمي؟ ولا مرشد. الله مرقاب. الله هذا ايه حتى الامير درس عندنا الله يرحمه امير الشيخ جابر الاحمد. ايه كل الصباح يا الصباح مدرسه عندنا معروف. صح صح رجل يعني شرواك. شو اسم شرواك الطيب؟ زين منو كانوا زملائك بالصف؟ منو اللي كانوا معك الطلبة؟ طلبة؟ ايه معاي عثمان معروفين عائلة. ايه منو فيهم النعم؟ منو فيهم؟ احمد. احمد العثمان. ايه اهل الضاحية ولا اهل النقرة؟ لا الضاحية. ضاحية نواخذه. قمة الكويت. ايه صح. زين منو عمي غير المرشد العم المولى المرشد درسكم؟ وين؟ منو بس هو بروحه؟ منو؟ المرشد. ايه المرشد هو والله ما اعرف بالضبط ثاني مدرسة نسيت اسمها. الشرقية المباركية. المباركية. مباركية. منو كان ناظركم؟ والله ناظرنا ولد اسمه الشاهين من الشاهين. ايه والنعم الله. شاهين غانم؟ ايه ولا بس الشاهين؟ لا شاهين غانم. لازم تحط الغانم. صح لا صح. يعرفونه. لا والنعم الله. شلونك انت؟ الله يسلمك. ومنو كان وكيلكم؟ منو المدرسين؟ ما اعرف ذاك الساعه. يعني ذاك الوقت كان معكو ثانوي بس ابتدائي متوسط ولا بس متوسط؟ متوسط. الله. ولا مرشد. مدرسة وين صاير عمي بنأرخها بتاريخ؟ وين؟ وين؟ وين وين مكانها؟ عند بيت التمويل الحين؟ عمارة بيت التمويل الطويلة؟ ايه المتحف العلمي؟ ايه نعم. هناك؟ ايه. وكان يطيق عنده عصاية؟ اوه يحش. الله يعلقونه بيحاشة يحوشة سبحان الله لما سلام تورد من الجوله. الله حفظت القران الكريم الله مستر محمد. الحمد لله. كم جزء؟ الحمد لله. الحمد لله. وكان الملا العقيل احمد العقيل سيد العقيل منو كان غيره؟ احمد. ايه كان بعد العجيل. العقيل وفي العجيل. العجيل ما عندنا عقيل. لا كان كان مدرس انجليزي سيد العقيل يمكن صوب جبلة والشرق. انتو مرقاب ها؟ انا جبلة. انتو جبلة الحمد لله. هما شرق. صح صح. الله زين في شهادات عمي محمد جاسم الارملي؟ اول في شهادات موجودة عندك للحين محتفظ فيها؟ الله منو كان يوقع الشهادات؟ الشيخ من الصباح. هذا قلت لك من المرشد. لا الشهاده يوقعها كان عبد الله اليابر ولا منو؟ لا عبد احمد جابر. احمد جابر. الله صباح امير دوله الكويت. ناس اشتغلت فيها شهادتك ولا ما شغلتك؟ لا ما شغلت. سبحان الله. قلت حر اشتغل بروحي. شنو؟ اقول اشتغل بروحي. شنو تكد عمي شغل معيب؟ نعم. شنو تشتغل؟ عجيب. مشتغل مكور. تسم. في شو اسمه هذا؟ سيارات؟ أيوة. الحمد لله. لا الحمد لله اغلب الكويتيين اول يا عندهم دريوي يا تكاسي يا دريولية يا
أول كان في اختبار لياسين في. إيه إيه إيه. منو اللي كان يختبر الناس؟ والله. يقولون السيد عبد اللطيف الرفاعي. والله نسيت الكويتي. إيه. وكان في مخالفات. في. مرور. إيه. لازم مخالفات مو شوية. صعبة. كان من الشرطي حلاوة كانوا وكان واحد. عرفته؟ اي والله. لا الحمد لله. معروف عنه. زين عمي اول كم شارع بالكويت؟ شارع. لا كان بس فهد السالم الجهرة واللي رايح صبف حيحيل يعني ما كان مثل الحين شوارع. لا غير الحين. وحد السرعة كم اول؟ في ناس تسرع؟ محدودة السرعة. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زين عمي كان كم سنة درستوا عند بالنهاية عند الملا مرشد؟ مرشد؟ ايه طبعا درست عنده يمكن أربع سنوات. أربع سنوات عنده ويانا الشيوخ. الله ايه يعني. الصباح شوف منو؟ أنا الشيوخ الحمد لله رحمه الله. كان مربي فاضل ملا هو اسمه الأولي شنو اسمه؟ مرشد رحمه الله والجميع الأنبياء الفاتحة الليل. وهذا من تلاميذه ثاني من إبراهيم. الله حمود الإبراهيم كان يمكن واحد. لا إبراهيم. الإبراهيم ها يحش تيحش. الله واحد يحش صح. لما تولد مريولة ثواب والعقاب. أيوة الحمد لله الحمد لله عمي. طبعا أحلى شيء أحلى شيء أنك كل ما المعلمك بالليل هني لا الحمد لله. لازم نكشف تاريخ دولة الكويت. لا طال عمرك لان احنا نبي التاريخ هذا الجميل. الحمد لله يعني انتم المؤسسون عمي. انتم اللي اسستوا هالدولة هذه. ما تعرف تروح الله رجال. الحمد لله. البحر. صح صح. نعم راحوا الغوص راحوا السفر. صح صح. عزيزين اي والله صح صح. يا حياك الله يحييك وللحديث بقيه. وتذكر زملائك نبيك تتذكر زملائك بالدراسه غير الاستاذ احمد العثمان. تذكرهم وتذكر مدر اي والله. الساير الله الحمد لله. عثمان والساير ها؟ الحمد لله. جيلك يعني مثل ما تقول انت تسألون عن بعضكم ولا ما في اتصال بين بعضكم؟ لا الحمد لله. يا رب الله يديم التواصل والمحبة. اي والله اي والله بين الجميع. الله يسلمك. انت رجل باحث. شكرا سيدي. انا رجال هدفي المصلحة العامة باحث تراثي مشكنم. الله يسلمك. صح صح الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب. امس توفي العم صقر القطامي. اي والله الله يرحمه. اي والله من النواخذه الكويتيون. شكرا سيدي. اي والله يا رب. شكرا سيدي. مع السلامه. تراث الكويت العتيج الحلو.